اول مره في حياتي هقول اسم حد على الهوى، ان فنان انا بشوف فيه قيم اخلاقيه ودينيه بيحققها على ارض الواقع. تامر حسني بجد بيعمل حاجات انا احيانا ببص كده بقول الراجل ده في حته حلوه قوي، بينفذ صح. دين بجد صح. النهارده عمل من كام سنه البوم كده اسمه الجنه في بيوتنا. كان البوم اجتماعي وبيتكلم قد ايه البيوت لازم ترجع وتحب بعض تاني والعلاقه. طبعا بقى مش عايز اقول لك هجوم رهيب. تخيلي لو كان كمل في حاجه زي كده وبدانا نشجع ده، كان طلع كان تامر نفسه عمل اكتر من البوم زي ده وبدا ينتشر خلي بالك. لكن النهارده بعد الهجوم ده ايه اللي حصل؟ لا خلاص، انا حاولت اعمل لكم السكه دي وحاولت ابقى معاكم وعملت لكم البوم كامل. طبعا بنوجه تحيه كبيره للفنان تامر حسني لان هو في قدر كبير من الخير هو بيعمله طول الوقت، حاجات انسانيه يعني فعلا. فالالبوم ده كان مفروض ان هو يتقابل بترحاب اكتر طبعًا. ما يتقابل طبعًا. بهجوم علشان يكمل في نفس اللاين ده. طبعا